رحت لعمي كان بيشتغل بواب في عمارة فيها شمس. وماله يا بنتي؟ تشرفي وتأنسي وإن ما شلتكيش الأرض نشيلوكي فوق راسنا أنت وابنك. السلام عليكم. عليكم السلام. رجب ولد عمك. بنت عمك يا رجب. من زمان من وانتوا عيال صغيرين ما شفتوش بعضيكم. سلم على بنت عمك يا رجب. كيفك يا صباح؟ مليحة؟ لما خلصت العدة جوزت رجب. أبوك يا إيه؟ يعني أنا مش بنت سالم الألفي؟ أبوك اسمه رجب. وأنا حامل فيكي. أبوك سابنا وسافر العراق. بعدها كده بكام شهر أبو مات. جم سكان العمارة طردوني في الشارع. مش هينفع تكملي شغل هنا يا صباح. مش هتقدري شغل عمارة 12 دور لوحدك. ومن بكرة يا ريت تشوفي مكان تاني علشان احنا جبنا بواب جديد. انتي في بطني واكرم على دراعي ترميت في الشارع وحيده وخايفه. وفقيره نمت على الرصيفه مدت ايدي وشحت. اشتغلت خدامة في بيوت. بص يا صباح، لو عايزة تيجي هنا تاني ما تجيبيش ابنك معاكي. هو انت جاية تردعي ولا جاية تشتغلي؟ لغاية ربنا ما بعتلي راجل طيب اسمه سالم الألفي. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.